تاني نوع هو الريموت بورت فوروردنج. في الريموت بورت فوروردنج الكونكشنز من ال SSH سيرفر بيحصل لها فورورد عن طريق ال SSH كلاينت ومنها الى ديستنيشن اللي احنا بنحددها. لو جينا نبص على السينتاكس هنلاقي برضو ان انا بكتب ال SSH اليوزر at ال SSH سيرفر، بعد كده هايفن بي وحدد له البورت اللي ال SSH سيرفيس بتعمل ليسننج عليه، بعد كده بكتب له هايفن ار ودي خاصه بالتايب ريموت بورت فوروردنج، بعد كده بحدد له الليسننج بورت، بس الليسننج بورت هنا مختلف عن لوكال بورت فوروردنج. الليسننج بورت هنا هيكون على ال SSH سيرفر، لكن لو احنا رجعنا ورا هنلاقي في الليسننج بورت هنا كان ال SSH كلاينت هي اللي بتعمل ليسننج على البورت اللي احنا حددناه اللي هو كان 1234. فالليسننج بورت هنا زي ما قلنا هيبقى موجود على ال SSH سيرفر. ال SSH كلاينت في الريموت بورت فوروردنج بيقول السيرفر ابتدي اعمل ليسننج على البورت اللي احنا بنحدده، بعد كده بحدد له destination address والdestination port هايفن ان زي ما قلنا عشان امنع اليوزر ان هو execute commands على ال SSH server بعد ما يحصل creation للتنل. طيب ايه الفرق دلوقتي ما بين local port forwarding و remote port forwarding؟ اول فرق اللي احنا قلنا عليه اللي هو لو احنا رجعنا سلايد ورا listening port هنا هيبقى موجود على ال SSH client في حالة local port forwarding، لكن في حالة remote port forwarding listening port هيكون موجود على ال SSH server. في حالة remote ال SSH client بيقول لل SSH server ابتدي اعمل listening على البورت اللي احنا بنحدده. دي اول نقطة. تاني نقطة لو رجعنا برضو سلايد ورا هنلاقي ان هنا connections من ال SSH client هي اللي بيحصل لها forward عن طريق ال SSH server ومنها الى destination. لو جينا نبص في remote port forwarding هنلاقي العكس هو اللي بيحصل، هنلاقي ال connections من ال SSH server هي اللي بيحصل لها forward عن طريق ال SSH client. امتى استخدم اللوكال بورت فوروردنج وامتى استخدم ريموت بورت فوروردنج؟ دي بتبقى بيزد على السيناريو. بمعنى لو احنا جينا مثلا بصينا على السيناريو اللي تحت اللي عندنا ده، في عندي اتاكر عنده على الماشين بتاعته ال SSH سيرفر، وفي عندي نتورك تانية فيها ويب سيرفر، ويب سيرفر ده كومبرومايزد، وعندي فاير وول خاصة بالويب سيرفر بتعمل allow inbound connection port ATS. لو الاتاكر جاي يعمل direct connection على compromised web server على اي port غير 80 firewall هتعمل له block. ففي الحالة دي بستخدم remote port forwarding عشان اخلي compromised web server هو اللي هيعمل call back لل SSH server عشان يعمل creation للتنل. لكن في حالة local port forwarding زي الاكزامبل اللي فات هنا ال SSH client كان يقدر يتصل بشكل مباشر وعادي جدا بال SSH server، فعشان كده يعني ما كانش فيه firewall في النص مثلا عاملة block ان هو يقدر يكونكت عليه. ففي الحالة دي قدرنا نستخدم local port forwarding من غير اي مشاكل. نرجع تاني للسيناريو بتاعنا، عندي attacker ال IP بتاعه 192.168.1.200 وهو عنده SSH server، التارجت بتاعه ان هو compromise FTP server في network مختلفة non-routable. ال IP address بتاع ال FTP server 192.168.2.202، وال FTP server ده vulnerable ل remote buffer overflow
وفي عندي ويب سايت اسمه compromise.com على سبيل المثال، والفاير وول خاصة بيه بتعمل allow inbound connection port 80. compromise ويب سيرفر عنده 2 interfaces، interface منهم عامل connect على network خاصة بالاتاكر، والانترفيس التاني على network خاصة بال FTP server. احنا هنا هنستغل الcompromised web server ان هو هيعمل remote port forwarding، وهنعمل pivot للconnection عشان الاتاكر يقدر يexecute او يرن الexploit ويcompromise ال FTP server. لو جينا نبص على الكوماند اللي احنا هنعمله run، هو root at ال SSH server، بعد كده hyphen p بحدد له البورت ال SSH service بتعمل listening عليه، hyphen r remote port forwarding، بقول ال SSH server اعمل listening على port 1234 connections اللي هتيجي او اللي هتحصل على البورت ده، هيحصل لها forward عن طريق ال SSH client الى ال destination اللي انا بحددها له، اللي هي 192.168.2.202 اللي هي IP خاص بال FTP server اللي هو بالنسبة للأتاكر non-routable، على port 21 اللي هو البورت الخاص بال FTP service. لو خدت بالك هتلاقي ان انا كاتب hyphen r تاني، يعني بقول له اعمل remote port forwarding برضو، بس المرة دي على port 4444 destination address هي ال FTP server، والdestination port 4444، وبعد كده قلت له اعمل hyphen n عشان امنع اليوزر ان هو يكسكيوت كوماندز على ال SSH server بعد ما يحصل creation للتنل. طيب ليه انا كتبت او عملت 2 remote port forwarding؟ الهدف ان اول remote port forwarding هي دي اللي انا استخدمها ان انا هرن عليها الاكسبلويت عشان توصل للديستنيشن بتاعتي اللي هي ال FTP server port 21. وجوه الاكسبلويت دي طبعا في شيل كود، فانا حاطط bind TCP shell على port 4444 عشان كده عملت او استخدمت remote port forwarding تاني، وهي دي اللي انا هعمل connect باستخدام netcat على port ده، اللي هو هستخدم تاني مرة local host اعمل connect على netcat على local host port 4444 عشان اقدر احصل على الشل. تعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي. ده ال SSH server بتاعنا، ال IP address بتاعه 192.168.1.200. ده ال compromised web server، في 2 network cards، واحد فيهم ال IP بتاعه 192.168.1.201 والتاني ال IP بتاعه 192.168.2.201، وده ال FTP server وهو non-routable، ال IP بتاعه 192.168.2.202 running free float FTP server وهو vulnerable ل remote buffer overflow وهو التارجت بتاعنا. هنروح على compromised web server، هنرن الكوماند plink root at SSH server hyphen p، بحدد البورت الخاصة بال SSH service، بعد كده hyphen r، دي اول remote port forwarding، وهي دي هستخدم port 1234 ان انا ابعت عليه ال exploit للdestination اللي هي ال FTP server port 21، وتاني remote port forwarding بعد ما يحصل execution of running successful للإكسبلويت، هيحصل الشيل كود هيشتغل، فهيبقى في bind TCP running على ال FTP server على port 4444، فأنا هستخدم البورت ده إن أنا هكونكت عشان أحصل على الشيل، hyphen n عشان أمنع
root ان هو execute commands على ال SSH server بعد ما يحصل creation للتنل. هكتب الباسورد كده حصل creation للتنل. هروح على التاجينج ماشين بتاعتي او ال SSH server يعني. دي الاكسبلويت اللي كنا وضحناها وده الشيل كود. بالمناسبة الاكسبلويت دي مشروحة بالكامل وبالتفصيل على اليوتيوب شانل خاصة بناكرة, او ممكن ترجع لو انت ما عندكش فكرة عن buffer overflow او كده ممكن ترجع للايبراري او اليوتيوب شانل. هتلاقي الاي بي ادرس اللي انا محدده هنا هو لوكال هوست والبورت 1234. دي اللي هيحصل sending للاكسبلويت عليها او البيلود عليها. هنيجي بعد كده لو جينا نبص هنا على listening port هنلاقي ال SSH server بيلسن على port 1234 وبورت 4444. دي اللي هبعت عليها الاكسبلويت ودي اللي احصل عليها على الشيل. هرن الاكسبلويت كده خلاص. بعد كده اروح استخدام نكت هكونكت على 127.0.0.1 بورت 4444 عشان احصل على الشيل. زي ما انتم شايفين قدرنا الكمبرومايز الماشين. لو جيت اكتب ipconfig هلاقي فعلا الماشين خاصة بال FTP server. كده احنا قدرنا نعمل pivot للconnection واستخدمنا remote port forwarding. تالت نوع هو Dynamic Port Forwarding. في Dynamic Port Forwarding الـ SSH Client بيتحول إلى SOX Proxy Server, والـ SOX هي عبارة عن Internet Protocol بيتم استخدامه لعمل Exchange أو تبادل Network Packets ما بين الـ Client والـ Server من خلال Proxy Server. لو جينا نبص على Syntax هنلاقي بنكتب SSH User at الـ SSH Server, بعد كده هايفن بي وحدد له البورت الخاصه بال SSH سيرفيس, بعد كده هايفن دي دي خاصه بتايب دايناميك بورت فوروردنج, وبحدد له البورت الخاص بالسوكس. اي اكزامبل فور اكزامبل 5555 زي ما احنا هنستخدمه تحت. فاللي بيحصل في الدايناميك بورت فوروردنج زي ما قلنا ال SSH كلاينت ده بيتحول إلى SOX Proxy Server, وبعد أما يحصل أو بنعمل Configuration للApplication اللي هيتم استخدامها الـ Connection بتروح من الـ Configured Application دي إلى الـ SOX Proxy Server ومنها إلى الـ SSH Server ومنها إلى الـ Destination. تعالوا نشوف الـ Example اللي عندنا. عندنا الاتاكر وده هيبقى بيمثلي هو ال SSH client, وعندي في firewall والاتاكر عاوز يعمل access او يشوف resources يعني على ويب سايت خاص بنكرة, بس ال firewall عاملة block ال outgoing connection. ال allowed connection بس هتكون على port allowed outgoing على port 6585, هو نفس البورت اللي احنا عاملين set لل SSH service ان هي تلسن عليه باستخدام الدايناميك بورت forwarding. وبعد ما نعمل creation للتونل ونعمل configuration للابليكيشن ان هو يستخدم السوكس بروكسي ده على البورت اللي احنا بنحدده هيقدر الاتاكر ان هو يعمل اكسس على الويب سايت الخاص بنكرة, وكده يبقى احنا استخدمنا دايناميك بورت فوروردنج وعملنا باي باس الفايروول رولز.
تعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي. ده الـ SSH server بتاعنا، ودي الماشين خاصة باليوزر اللي عاوز يعمل access على الويب سايت بتاع ناجرة. في عنده على الماشين دي في firewall عاملة allow outbound rules outbound connection port 6585، ده المسموح له allow. لو جينا نفتح الويب سيرفر نعمل اكسس مثلا ناكرا، لقي your internet access is blocked. هنيجي هنا نفتح cmd ونكتب peeling root at ال ssh server hyphen b وعمل set port الخاص بال ssh service. على سبيل المثال هنا عندي 6585 هو الالاوت. لو نفرض مثلا بورت 8000 هو الالاوت، ساعتها هكتبه هنا بدل 6585، بس لازم اروح على ال SSH server و edit configuration file ان انا اخلي ال SSH service بتلسن على بورت 8000. نكمل. بعد ما حددنا البورت الخاص بال SSH service هكتب hyphen D، ودي خاصة بdynamic port forwarding، وأحدد له socket port اللي هو هيبقى 5555، وهنا مش هكتب hyphen N عشان تشوف الفرق. هكتب الباسورد زي ما انت شفت أول ما شلتها كده. اليوزر روت يقدر execute commands على ال SSH سيرفر. يعني مثلا لو كتبت له host name هتلاقي الماشين اسمها كالي. نرجع تاني هنا، بعد ما عملنا creation للتنل لازم نروح على الابليكيشن اللي احنا هنستخدمه هنا في الحالة دي هو البراوزر. نعمل نكونفيجر ان هو يستخدم السوكس. هدوس كتبت بروكسي، بعد كده افتح لان سيتنجز، بعد كده اقول له يوز بروكسي ودوس ادفانسد واكتب له الادرس 127.0.0.1 والسوكس بورت اللي انا حددته اللي هو 5555. ادوس اوكي. هروح اجرب مره تانية، هنلاقي ان اليوزر قدر يعمل اكسس لناكرا نتورك باستخدام دايناميك بورت فوروردنج، وقدرنا نعمل باي باس للفايرول رول. كده احنا شرحنا SSH بورت تانلينج، حددنا استخداماتها وانواعها، ووضحنا سيناريوز توضح الفرق ما بين الانواع دي. نتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا. شكرا ليكم، نسألكم الدعاء.